تابعتم معنا في العدد السابق شرطة الحدود، أمن المطارات، والذي اكتشفنا من خلاله دور وعمل شرطة الحدود لأمن المطارات. تعد الموانئ نقطة مهمة في حركية النشاط البحري ومختلف المبادلات لدعم الاقتصاد الوطني، وقد باتت المبادلات التجارية البحرية اليوم من المحركات الفاعلة للاقتصاد الوطني. شرطة الحدود الجزائرية ينتشر أفرادها في الموانئ، حيث يعملون على ضمان أمن هذه المواقع وسلامتها، بالإضافة إلى مراقبة حركة الأشخاص والممتلكات، وكذا ضمان مراقبة حركة السيارات والسفن والمركبات، والسهر على تطبيق النظم الدولية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالحدود. التفتيش في الميناء ينقسم لقسمين، الأول للراجلين والثاني لسائقي المركبات. فالمسافر يمر بعدة حواجز أمنية، والتي من خلالها يقدم الوثائق اللازمة لتسجيله، حيث يعتبر مقيما في الجزائر لمدة زمنية معينة إلى غاية خروجه. الرحلة كانت شوية شاقة، كانت مباركينا سامدي أو ميدي، من سامدي حتى اليوم باش لحقنا اليوم، باش تكون على بالك اليوم راهي الاثنين. البحر كان يخدم بزاف، والكوموندون بور يفولي باريس كيب بلي باساجي، وحنا تفهمنا الأوضاع الحمد لله، سايتي بيان ديرولي. ولهنا كي لحقنا للبور الاجراءات الامنيه مخفوا الحاله، تمتم سي رابيد الحمد لله، عندنا لا كومبيتونس، عندنا الشبان هنايا، الشرطه هنا يخدمون ما شاء الله. جاست بيان الحمد لله، هذا هو الفواياج. جي جي باسي 10 جوغ اون فرانس بور فوا لا فامي، مانو جو سوي دو روتور اون الجيري. هذه هي. السلام عليكم. الاخ عبد العزيز مختار من ولايه برج بوعراريت. انا لا بروميير فوا نركب الباطو، والحمد لله ما شاء الله رحنا بيان، تلاو فينا الفرقه تاع العمل والامن وجميع المصالح تلاو فينا والحمد لله. واش راح نقول لكم؟ يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه وتحيه للجزائر. We'll be right back.
أما التفتيش الثاني فهو خاص بأصحاب المركبات، والتي تمر كذلك على حواجز أمنية للتأكد من أن المركبة لا تحمل أشياء محظورة. فالمعلومات التي تسجل في الحواسيب تتضمن لون السيارة، نوعها، وحتى بعض الميزات الخصوصية، فلا يمكن استبدالها أو تغيير ما فيها. أنتم متواجدون الآن أمام الفرقة الثانوية للمتفجرات التابعة للفرقة الأولى لشرطة الحدود ميناء الجزائر. كما ترون الآن أمامكم المهام تاع الفرقة تاعنا متمثلة في تفتيش المركبات القادمة من جميع ربوع الوطن. كما ترون الآن نقوم بتفتيش العناصر تاع الخلية، تقوم بتفتيش المركبات، وذلك مجهزين بفرقة الأنياب ومدعمين أيضا بأجهزة دعمتنا بها المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في أجهزة كما ترون أمامكم. عندنا أيضا أجهزة حساسة تقنية نستعملها في الكشف عن المتفجرات. كما ترون المهام تاع المجموعة هي أولا حماية الأرواح قبل الممتلكات، وهذه الحدود البحرية نقوم بتأمين حدودنا البحرية. كما هنالك جهاز تفتيش جد متطور يتمثل في كاميرا رقمية متحركة مع أداة تحكم من بعد، يمكن إدخالها في أرجاء السيارة ومراقبة كل صغيرة وكبيرة داخل السيارة. كما ترون أمامكم مؤخرا دعمتنا المديرية العامة للأمن الوطني بهذا الجهاز الذي أمامكم المتمثل في أندوسكوب. هذا الجهاز نقوم باستعماله في الأماكن الحساسة التي يصعب على الفرقة الكشف عليها يدويا، أي داخل الأماكن الضيقة والحساسة نقوم باستعمال هذا الجهاز الذي يقوم بتسهيل المهام للفرقة. نجد الحاجز الخاص بالكلاب البوليسية، فتخضع السيارة لتفتيش آخر ولكن عن طريق الكلب البوليسي المتخصص في المخدرات. فكما نعلم أنه يمكن إخفاء كميات جد معتبرة من المواد المحظورة في السيارة. كما يتوفر الميناء على فرقة متخصصة في تحقيق الشخصية، وهي فرقة الشرطة العلمية التي تسهر على متابعة وحل كل القضايا التي تتعلق بالتزوير والتهريب. تتكفل مصالحنا بالفرقة الأولى لشرطة الحدود البحرية ميناء الجزائر التابعة من حيث الهيكل التنظيمي لمديرية شرطة الحدود بمهام أساسية إضافة إلى مهام أخرى. يمكن تحديد هذه المهام من خلال المراقبة الحدودية والمتمثلة في العمل بالتنظيم المعمول به بالنسبة لحركة عبور الأشخاص وطنيين أجانب قصر إلى آخره. إضافة إلى ذلك تسعى مصالحنا إلى إثراء هذا التنظيم المعمول به إلى جانب مهمة أخرى لا تقل أهمية عن المراقبة الحدودية، هي المراقبة الأمنية، حيث أن تتكفل الفرقة بتأمين الحيز المينائي من خلال تأمين المداخل
وذلك انطلاقا من مراقبة حركة عبور الأشخاص العاملين بالميناء، العابرين للميناء، الزائرين، المسافرين من خلال نظام رخص وشارات مرور الأشخاص والسيارات، إلى جانب تأمين المنشآت الحساسة بالميناء، إضافة إلى تأمين أو وضع حزام أمني على مستوى ولا حول مختلف البواخر التجارية وبواخر نقل المسافرين. قوانين الحدود البحرية جد صارمة، فبمجرد دخول حيز الميناء بدون رخصة تعتبر مشبوها فيه، ومحاولة اختراق الحدود بطريقة غير شرعية. Parmi le rôle essentiel de notre service, c'est l'identification des personnes suspectes ou bien des personnes présumées auteurs présentées au service pour diverses infractions, crimes et délits avant leur présentation au parquet. أي بمعنى التحقيق من هوية الأشخاص اللي يقدموهم لنا المصلحة قبل تقديمهم للعدالة. On a aussi un autre rôle, c'est les constatations diverses au niveau de notre secteur de compétence. C'est-à-dire, on a des équipes qui travaillent 24 sur 24, qui interviennent au niveau de notre service de compétence dans les diverses affaires comme les incendies, les découvertes de cadavres, les vols, les accidents de la circulation, où il y a des accidents mortels de la circulation. On peut dire aussi que notre section joue le rôle intermédiaire entre les différentes sections de notre service, par exemple la section police judiciaire, la section du traitement du renseignement économique et financier, la section pyrotechnique, la section de brigade de contrôle des passagers. Elle joue un rôle entre ces sections et la sous-direction de la police scientifique et technique qui dépend d'une autre direction hors que la DPF, c'est la direction de la police judiciaire, et aussi avec les autorités judiciaires, c'est-à-dire Mal'Adala. Aussi, notre haut commandement a déployé des matériels importants pour que le domaine de la police scientifique et technique apporte un apport positif aux enquêtes judiciaires. Et parmi ces matériels, on a le système AFIS, c'est Automatic Finger Identification System. C'est le système automatisé d'identification par empreinte digitale, ou bien ma yu'araf ism nizam al-ali li ta'araf al-basamat. Had nizam, il est relié avec les 48 départements de l'Algérie. Iqdar ya'tina ijaba juste après la mensuration de l'individu. On a aussi un autre système, c'est le système CIRC, système d'identification et de recherche criminelle. Ce système nous permet d'identifier des personnes en présentant un suspect, un témoin ou une victime. Et ce système, il se base sur les caractères morphologiques des individus. On a aussi, parmi les matériels, on a aussi plusieurs valises. C'est les valises de constat, les valises de détection de drogue, on a les valises Crime Light, on a aussi le FACE, c'est le système de réalisation de portraits robots, le Nizam al-Rasm al-Wasfi. السلام عليكم وبركاته. في راس الحاله. واش عنده؟ عنده دخول منطقه محروسه بدون رخصه. هاي تسخيره من القمضيه من عند رئيس فصيله الشرطه القضائيه. تفضل.
مثل هذا الشاب الذي أمسكته شرطة الحدود بسبب دخوله الميناء بدون رخصة. فقصة هذا الشاب أن ابن خاله بألمانيا استدعاه للعيش فيها، ولكن كيف؟ عن طريق الهجرة الغير شرعية، فتطبق عليه الإجراءات القانونية. بالنسبة للشخص مجهول لدى مصالحنا، comme vous avez pu regarder maintenant, il y avait un cas qui a été présenté à ce service, arrêté par la section ou bien la brigade de la sécurité et de la surveillance au niveau de notre service, et présenté bien sûr à la section police judiciaire. Et au niveau de cette section, ce qu'ils font, ils nous présentent cette personne pour qu'on va l'identifier. C'est-à-dire que la personne présentée, elle n'avait aucun papier sur elle. Et nous, en tant que service de police scientifique, on doit prouver son identité. Alors, on a le système d'ANA, le système AFIS, ou bien le système al-basamat, on a le système d'ANA. On va remettre à la section police judiciaire une fiche signalétique de cette personne, soit elle est connue au niveau de notre service, ou bien elle n'est pas connue. من بين التسهيلات التي تتوفر عليها موانئ الجزائر هي الأشرطة الملونة، فمثلا نجد الشريط الأخضر يعطي الأولوية للعائلات ولكبار السن في المرور والخروج بسرعة. مراقبة المسافرين عند الدخول والخروج من التراب الوطني من مصالح شرطة الحدود، هذه المهمة التي تؤمن الراحة والأمان للمسافرين، والتي من شأنها كذلك تشجيع السياحة في الجزائر.